شباب دورة 14 فبراير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتنا وأخواتنا في الله، يا شعب العزة والشهداء، مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للثورة نعلن عن بعض التفاصيل الهامة حول الاستحقاق التاريخي. أولا، نهيب بجماهير شعبنا المشاركة الفاعلة في كافة خطوات صيام العزة بما فيها الاضراب العام والشامل المقرر يوم غد الخميس. ثانيا، تفاصيل التحرك الجماهيري المعلن يوم غد الخميس الموافق 13 من فبراير سيكون على النحو التالي. الجولة الجماهيرية الأولى ستنطلق بمشيئة الله في الصباح الباكر تحت عنوان آن الآن العصيان. الجولة الجماهيرية الثانية ستنطلق في فترة العصر في عمق مدن البحرين وبلداتها. الجولة الثالثة فعالية تكبيرة العزة في توقيت موحد في تمام الساعة 9 مساء. ثالثا، تفاصيل التحرك الجماهيري المعلن يوم 14 من فبراير المجيد سيكون على النحو التالي. الجولة الأولى تنطلق فجرا في عموم مدن البحرين وبلداتها تحت شعار فجر العزة، وتتواصل إلى ما قبل الساعة 11 ظهرا. الجولة الثانية تنطلق بعد صلاة الجمعة في عموم مدن البحرين وبلداتها، وتتجه مسيرات عيد الثورة نحو الشوارع العامة. الجولة الثالثة الزحف الثوري الموحد نحو ميدان الشهداء تحت عنوان قادمون، وسيتم الكشف عن ساعة الزحف في حينها. عشتم يا شعب الثورة، عشتم يا شعب الشهداء، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهدائنا وثبت لهم قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب دورة 14 فبراير إلى 4 12 فبراير شباب 2014.